ايه الفوار ده؟ بركيسون؟ اسكت لك ديك الساعه انت قرب بعاد شغلك هذا غاتعيش شويه بالي ملي كنحطو هكا كنساه. مشدود دابا خدام. انتم في استماع اعزائي الكرام الى امواج اذاعه محمد السادس للقران الكريم. شحال شي جلسة اليوم؟ دابا راه كتسمع انت ملي كتهضر كتسمع. ومع الاستاذ قول دابا الصوت شي تسمع. ميكروفون. شرح البردة. مفصل لقصيدة نديرها طويلة مرة هكا طويلة مرة على العرض مرة على الطول. لا لا ما بقيتش تقلبها غادي تقربها. تبقى في استجابة. شو النقص من الفقريب شو يخليك؟ داز دابا دقيقة و 23 الإمام موسى رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد وصلنا بحمد الله في شرح هذه المنظومة إلى قول الناظم: لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل، ولا أرقت بذكران والعلم، ولا أعارتك ثوبي عبرة وضنا، ذكر الخيام وذكر ساكن الخيم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. فما لعينك ان قلت الشفاف فهمت، وما لقلبك ان قلت استفق عيمي، لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل، ولا ارقت لذكران والعالم، ولا اعارك ثوبي عبره وضنا، ذكر الخيام وذكر ساكن الخيم. لولا الهوى هذا احتجاج على المخاطب المفروض، إنكاره احتجاج إنكاره بذكر انسجام الدمع الذي تقدم أنه فاضح لسر الهوى، وبالأرق للذكر على طريقة البرهان الاقتراني. لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتظم، وحاصل هو الاستدلال بإراقة الدمع وبالأرق للذكر الباني والعلم على كونه دهوا. وبهذا يعلم أن ليس الغرض إخبار المخاطب بمضمون بيت حتى يقال إنه من باب القصد اللازم أو من تنزيل العالم منزلة الجهل كما قيل، فإنه خروج عن مقام الاستدلال والمحاجرة كما الإخفاء. والهوى أول مراتب الحب كما تقدم، يقال هوى بكسر العين هوية بكسر العين يهوى هوية يهوى هوى. هذيك الكتوره كنتي تهبطها شويه معناه سقط هذا هذا مقصوده في الشرح. هذا قال شيخ الاسلام سمعت الامام راه واصل هاد الهبطات بالسمع وتشالي كاين واحد العود هنا حكم عليها قد طلع وتشالي العود هو هنا في الكركس ما نصوبش مزيان من اثار الديار. وما لا شخص له من اثاريا كما لعب الصبيان يقال له الرسم، وأراد به الناظم ما بقي من آثار الجسم الذي نهكه الضنا والأسف على طريقة الاستعارة التصريحية للمشابهة البينة، فيكون مشيرا إلى غلبة السقم على جسمه توطئة لما سيذكره في البيت بعده. ومثله كثير في كلام الشعراء، ومن أبلغ ما قيل فيه قول أبي الطيب المتنبي: أبلى الهوى أسفا يوما نوى بدني، وفرق المهاجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل خلال إذا أثارت الريح عنه الثوب لم يبني، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. وهو مع ما فيه من المفاجأة
قلينا ليه تيرات راه باقي الوقت فين كنت. خلاص تلصقنا بالمن.